عبد المجيد البيضاوي، طالب باحث ومغربي كنفتخر. المشروع ديالي اللي هو اساس على فيزياء كميه وعدات حوايج اللي ما يمكنش نطرق لها دابا من بعد، اللي هو السفر عبر الزمن. السفر عبر الزمن اللي كلشي تيقول بلي ما يمكنش، ولكن انا بغيت نجي ضد الفكره ونقول بلي كاين. الاساس ديال هذا المشروع هو اننا نسبقوا سرعه الضوء، لاننا يمكن لنا بهذه الطريقه هذه نسافروا عبر الزمن، يا اما في التاريخ ولا في المستقبل. التاريخ انت ولا انا ولا بزاف الناس يكونوا ما شافوش شي حوايج في التاريخ اللي هما مهمين بزاف نعرفوهم. الا قدرنا نرجعوا للتاريخ ونشوفوا شي حوايج وقعات، راه غادي يكون بالنسبه لنا شي حاجه اللي ما عمرها دارت. ولا مشينا للمستقبل، حيت في هذه اللحظه اللي كندوي معك انا كاينين شي حوايج يطراو في المستقبل، الا سافرنا وشفناهم وقعوا، راه هذا تا هو بالنسبه لنا واحد زائد بالنسبه لنا. انا ما كرهتش هاد المشروع ديالي اللي هو ابتكار، يعني من باخلاص، يعني عطيت فيه كل شيء اللي كشي اللي عندي، جهد، امكانيات، وقت، باش نبين للناس بلي بلادنا كتعطي في العلم والتطور، واللي نقدروا نتحدوا بها جميع الدول اللي كاينه. منين جاتك الفكره؟ كيف قلت قبيله بلي فيزياء الكميه، انا كندير دراسات، يعني هو الدراسات ديالي خصها ضروري 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 تكون عندها واحد 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 الاهميه في حياتي، ولا تعطيني شي حاجه. ملي قريت الفيزياء عرفت بلي كاينين شي حوايج يمكن لينا عندهم قابليه انهم يتحققوا، يمكن لك تحقق بها شي حوايج اللي هي السفر عبر الزمن.